بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الآن إلى محاضرة الصباح. بدينا في محاضرة الصباح بكوشي أويلر إكويشن، حطينا الصيغة العامة إلها، وبعدين أخذنا حالة منها خاصة اللي هو كانت من السكند أوردر، فكانت على الصيغة X تربيع Y دبل برايم زائد ألفا X Y برايم زائد بيتا Y بده يساوي زيرو. وبعدين قلنا المعادلة الأصلية تبعت كوشي أويلر إكويشن هناك طريقان للحل. الطريق الأول اللي هو بالتعويض، قلنا لو حطينا التعويضة X يساوي E cos T، خدنا لين للطرفين فصار T تساوي لين X، اشتقينا DT على DX يساوي واحد على X. ثم بعدك رحنا جبنا Y برايم واي دبل برايم، بدل ما الاشتقاق بالنسبه لاكس حولناه الى اشتقاق بالنسبه الى تي، وبالتالي عوضنا طارو ميم الفاريبلز وسمينا هذه هي الطريقه الاولى. يعني الطريقه الاولى بواسطه التعويض بتبعتنا حولنا المعادله من معادله بمعاملات متغيره الى معادله بمعاملات ثابته، وبالتالي بنروح نحل هذه كما كنا بنحل في السكشنز الماضيه. انتقلنا الان الى الطريقه الاولى اللي كتبنا هذه الاسطر معاك الصبح قبل ساعتين من الان. قلنا الطريقة الثانية، افترض ان y يساوي x اس r عبارة عن solution، ورحنا اشتقينا مرة مرتين ثلاثة n من المرات وعوضنا في المعادلة، حصلنا على المعادلة اللي عندنا هذه اللي سميناها المعادلة المساعدة او المعادلة المميزة للمعادلة الأصلية، ورحنا حلينا هذه المعادلة. لما جينا نحل هذه المعادلة صار عندي احد ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، سميتها ثلاث حالات. نيجي للحالة الأولى، لو كوشن دبل ستار هذه المعادلة المميزة has indifferent roots، يبقى صار عندي R1 لا يساوي R2 لا يساوي R3 لا يساوي Rn، ولا واحد زي الثاني، ما هو الشكل العام للحل؟ يبقى الشكل العام للحل C1 في X أس R1، C2 X أس R2 زائد زائد C N X أس Rn. ليش؟ لأن أنا فرض الحل على شكل Y يساوي X أس R، يبقى كونستانت في الأول كونستانت في الثاني، يبقى يمثل الجنرال سوليوشن. إذا الحلول كانوا ريال أند ديفرنت، ولا واحد زي الثاني. بنجي للحالة الثانية، لو كويشن ستار هاز كومبلكس روتس، المعادلة طلع عندنا مين؟ فيها جذور تخيلية. فعلى سبيل المثال لو أخذ جذرين منهم ماذا يكون شكل الحل؟ يبقى باجي بقول الحل بده يكون x to the power a. ليش؟ لأنه بده يطلع اللي هو الـ r يساوي a زائد i b، تمام؟ a زائد والكونجوكت تبعه a ناقص i b، الحل الأول r1 a زائد i b، والحل الثاني r2 بده يساوي a ناقص i b. يبقى الاي الاكس اس اي في مين؟ في سي واحد كوساين بي لن الاكس زائد سي اثنين ساين بي لن الاكس. يعني يا بنات هنا كنا نقول هناك في الحقيقي في التخيلي لما كانوا المعاملات ريال بقي نقول سي واحد كوساين بي اكس، ما عنديش لن، لكن هنا اجاني مين؟ لن الاكس زائد سي اثنين ساين بي لن الاكس. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لحالة الريال، قد يكون ريال وريبيتد وقد يكون كومبلكس وريبيتد، فكيف بدنا نسوي في هذه الحالة؟ يبقى باجي للحالة الأولى، إذا الإكويشن اثنين هاز ريال ريبيتد روتس أوف مالتيبليسيتي إس، عدد مرات التكرار إس، والباقي يمكن يكون ريال، يا إما إس ممكن يكون كله كومبلكس وتساوي إن، بس بشرط الإن عدد زوجي، تمام؟ يبقى بصير R1 يساوي R2 يساوي Rs يساوي R. يبقى في هذه الحالة شكل الجنرال سوليوشن زي شكله with constant coefficients ما عدا الإكس، بشيلها وبحط بدلها لن الإكس، والباقي كل شيء زي ما هو. طلع C1 C2 لن الإكس C3 لن الإكس تربيع C4 لن الإكس تكعيب لغاية ما وصل لCS لن الإكس أس S minus 1 في X أس R، لانه الاس هذا صار مكرر، تمام؟ طيب
لو كانوا الروتس ار ريبيتد كومبلكس كونجوجيت، لو كانوا هذا ريل، لو كانوا كومبلكس يبقى بده يصير الحل اكس اس اي زي ما هي تبعتي تبعت الكومبلكس، بس ايش بده يصير؟ اي واحد زائد اثنين لين الاكس زائد اي اس لين لين الاكس اس اس ماينس 1 في كوساين بي لين الاكس، والثانيه نفس البولونوميال بس الثوابت هذول متغيرات سي 1 وسي 2 لغايه سي اس كله في ساين بي لين الاكس. يبقى هذه بدي افهمها انها عباره عن مين؟ عباره عن الحل اكس اس اي في القوس الكبير هذا، بولونوميال من الدرجه اللي عندنا اس ناقص 1 في الكوساين بي لين الاكس زائد بولونوميال من نفس الدرجه ساين بي لين الاكس في حاله الكومبلكس، لكن في حاله الريال لا عندي كوساين ولا عندي ساين، بولونوميال فقط لا غير في الاكس اس ار. حدا فيكم بتسال اي سؤال هنا قبل ان ندخل الى خلصنا النظري بدي اخش على الامثله. حدا بتحب تسال اي سؤال؟ الى الامثله؟ الى الامثله. ماشي، المثال الاول. طبعا احنا الحين معنا طريقتين يا بنات. ان قيدني بطريقه بدي التزم فيها، ان قال يوز ذا سبستيتيوشن اكس يساوي اي اس تي، يعني بده مين؟ بده يحول المعادله. يمكن يقول لي كمان يجيب لي السؤال بطريقه ثانيه، يعطيني معادله ويقول لي تشين او يوز ذا سبستيتيوشن اكس يساوي اي اس تي تو تشينج the differential equation into a differential equation with constant coefficients then solve the equation. يبقى كانه بقيدني بالحاله الاولى اجباري. ما قيدنيش يبقى الي الخيار احل بالحاله الاولى، احل بالحاله الثانيه، وعلى كلا الامرين بدها تطلع نفس الاجابه، سواء استخدمنا الطريقه الاولى او استخدمنا زي ما حنشوف الان ان شاء الله تعالى. يبقى اول مثال بيقول لي find the general solution of the differential equation ولم يقيدني. ما قيدنيش، لكن انا كونه اول مثال بدي احله بالطريقتين، وبدي ابين انه الطريقتين مالها نفس الشيء، ما بتغيرش فيها ايه ولا حاجه. يبقى بدي اجي للحل الاول اللي عندنا هذا. يبقى بدي اجي اقول له استخدم التعويضه، ها قد حط الاكس يساوي اي اس تي، هذا بيعطيك تي يساوي لين الاكس، هذا بده يعطيك اللي دي تي على دي اكس بده يساوي واحد على اكس اند. الواي برايم يا بنات قديش طلعت؟ مش بواحد على اكس في الدي واي على دي تي؟ صح؟ طب والواي دبل برايم قديش طلعت؟ واحد على اكس. ايوه دي سكوير واي على دي تي سكوير، ايوه ناقص دي واي على دي تي، مظبوط هيك معلوماتي؟ طيب الحمد لله. بس انت يا بتكتب بدك تفرض التعويضه وتقولي اذن كذا، ما عنديش مشكله، بديش تروح تستنتجيها من اول وجديد، لكن اذا كنت ناسيها بدك تروح تستنتجيها من اول وجديد. طيب يبقى الان بدي امسك المعلومات هذه واعوض وين؟ في المعادله اللي هي الاصليه اللي هي ستار. يبقى باجي بقول معادله ستار بتصير اكس تربيع في الواي دبل برايم، هي هي واحد على اكس تربيع في الدي سكوير واي على دي تي سكوير ناقص دي واي على دي تي بالشكل اللي عندنا هذا. اللي بعدها ناقص 3 اكس في، بدي اشيل الواي برايم واحط قيمتها اللي هي واحد على اكس في دي واي على دي تي، خلصنا منها، زائد اربعة واي فيش غيرها، تمام؟ كل هذا الكلام بده يساوي قديش؟ زيرو. اظن اكس تربيع ما اكس تربيع راحت مع السلامة، يبقى دي سكوير واي على دي تي سكوير ناقص دي واي على دي تي ناقص 3 دي واي على دي تي زائد 4 واي بدها تساوي زيرو. لو رحت جمعتهم هذول بصير دي سكوير واي على دي تي سكوير ناقص 4 دي واي على دي تي زائد 4 واي بدها تساوي قديش؟ زيرو. اطلعي في المعادلة ستار واطلعي في المعادلة بعد على التعويض كيف صارت.
المعادلة ستار المعاملات عندي متغيرات بدلالة الإكس، لكن لما حطيت التعويض هذا حولت إلى معادلة بمعاملات ثابتة. إذن بدي اروح أحل المعادلة هذه بمين؟ بالمعاملات الثابتة. كيف بدينا الحل؟ let y تساوي e أس r t، ما عنديش x هنا، بطل يصير عندنا x، شغل نتحول من بدلالة x إلى دلالة t. يبقى بدي أجي أقول له let، وسمي لي هذه المعادلة رقم star، let y تساوي e أس r t b a solution of the differential equation double star, then the characteristic equation is r تربيع ناقص 4 r زائد 4 يساوي 0. يعني هذه مالها r ناقص 2 الكل تربيع يساوي زيرو، يبقى الجذور حقيقية ومكررة. كم مرة؟ مرتين. يبقى هذا معناه انه R تساوي 2 of multiplicity 2، كرر مرتين. اذا بدي اجي اقول له the general solution of equation double star is y تساوي، مش تروح تكتب لي بدلالة x، احنا رح نشغل على t. يبقى ايش بده يصير؟ تكرار مرتين، يبقى c واحد زائد c اثنين t في قديش؟ في e اس اثنين t. طب الجواب ايش طلعنا؟ دلالة ايش؟ تي، والاصل بدي ارجع بدلالة اكس بكون جبت حل المعادلة الاصلية اللي هو ستار. يبقى باجي بقول له the general solution of equation A star is الواي يساوي سي واحد زائد سي اثنين، قديش التي حطيناها؟ قديش؟ لن الاكس، هذه لن الاكس في اي اس 2 لن الاكس، مظبوط. يبقى هي صارت بدلاله مين الاكس؟ هذه ها يا بنات هي سي واحد زائد سي 2 لن الاكس. نيجي هذه، مش هذه اي لن اكس تربيع 2 بدخلها جوا اللن، الاي واللن عكس بعض، يبقى صار قديش؟ اكس تربيع. يبقى هذا الحل بالطريقة الأولى. بدنا نروح نحل بالطريقة الثانية، نجربها لأنه ما قال ليش. احنا اثنين في الامتحان، أنا أجي في بالي الطريقة الأولى رحت حليتها، أنت أجي في بالك الطريقة الثانية، بنشوف هل الطريقتين بيعطوني نفس الحل والله كل واحد تعطيني حل شكل، الله أعلم. تعالوا نشوف. ايوه مين اللي بتسال؟ احنا. ها طيب بينفع نحل هذه بالشابتر الاولاني؟ بايش؟ كيف كنا بنحل بالشابتر الاولاني؟ مش هي احنا قلنا ليتر يساوي اي اس ار تي، هي طريقه هي الايكويشن ستار تو ستارز، هذه بنحلها زي ما احنا نحل زمان ستار ولا دبل ستار؟ دبل ستار. ودبل ستار ما احنا بنحلها زي قبل. لا زي ايام شابتر واحد سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، اخذنا تو كيسز سبيشال كيسز تي ميسنج واكس ميسنج. فيش مشكله حليها باي طريقه، لكن مين اللي اسهل هذه ولا الاكس ميسنج وتي ميسنج؟ هذه بتخلي تجيب لي حل دوري، وانت حره بك تروح ترجع تتعكس زي في الكلام العتيق، انت حره، هذا شانك. انا بدي شغل بس الشغل يكون صحيح باي طريقه شئتي ما لم اقيدك. فيش تقييد، خلاص شغل اللي بدي اياه. ماشي؟ طب لو صار الثيرد اوردر يبقى ما ينفعش الكلام العتيق، يبقى خلينا نتعود كل طريقه بناخذها نتعودها مش نهملها ونسيبها. طيب نيجي نكمل، يبقى هذا بالشكل اللي عندنا هذا، خلي كيس ثلاثه يمكن تلزم. يبقى بدي اجي اقول الان
second solution. بدي اقول let y تساوي x اس r be a solution of the equation star. Then بدي اجيب y prime اللي هو مين r x اس r minus ال1. بعدك بدي اجيب ال y دبل برايم r في r minus ال1 في x اس r minus 2. بدي اخذ المعلومات واروح اعوض وين في هذه المعادله. يبقى يا بنات ايش بصير؟ x y دبل برايم ناقص 3 x y برايم زائد 4 y يساوي 0 يساوي بدناش نقول لا ما خلاص نقول يساوي زيرو. هذه اكس تربيع. يبقى هذه الاكس تربيع في الواي دبل برايم هايها اللي هي ار في ار ماينس ال1 في اكس اس ار ماينس 2 ناقص 3 اكس في الواي برايم هايها اللي هي ار في اكس اس ار ماينس ال1 زائد 4 الواي انا فرضها بقديش؟ بإكس أس آر، إكس أس آر كله بده يساوي زيرو. تعال نشوف هذه كيف صارت. هل هين إكس تربيع لما تدخل جوا بصير هذه إكس أس قديش؟ أس آر. آر ناقص اثنين وعندك هذه اثنين بصير أس آر. يبقى هذه بصير الآر في الآر ماينس ال1 في الإكس أس آر ناقص ثلاثة ال ثلاثة إكس أس واحد مع إكس أس آر يبقى ثلاثة آر إكس أس آر زائد أربعة إكس أس آر يساوي قديش؟ زيرو. إحنا فرضنا هذا سوليوشن علما بأنه الإكس هنا بنات قديش؟ قلنا من زيرو إلى إنفينيتي في الجزء النظري، يعني دائما وأبدا أكبر من مين؟ أكبر من الزيرو. إذا ممكن قسمة الطرفين كله على مين؟ على إكس أس آر. يبقى بصير عندنا آر في آر ناقص واحد زائد ثلاثة آر زائد أربعة يساوي زيرو. آر في آر ناقص واحد عندك هنا ناقص هنا ناقص هاي ناقص آر وهذه إيه اللي هي الناقص بالشكل اللي عندنا. يبقى بنات صارت المعادلة على الشكل آر تربيع ناقص R ناقص 3R زائد 4 بده يساوي 0. يبقى R تربيع ناقص 4R زائد 4 تساوي 0. مين هي هذه؟ Characteristic equation. تمام. يبقى هذا معناه انه ال R ناقص 2 الكل تربيع يساوي 0. هذا معناته انه ال R بده يساوي 2 ومكررة قديش؟ مرتين. اذا بدي اطبق عليها التكرار فباجي بقول له the general solution is y تساوي c1 زائد c2 لان الاكس في اكثر من هيك؟ ها هاي ولا مكرر مرتين حطيت حلين في مين؟ في x اس r عارف قديش؟ باثنين. طلع الى الحل هذا والحل اللي هناك هو هو والله اختلف. يبقى لي اثنين ار ذا سيم. سواء كان الحل اللي عندي هذا او الحل اللي عندي ما دام ما قيدنيش اللي بتحل بالحل الثاني ماشي، بتحل بالحل الاول ماشي. طبعا الحل الثاني اسهل خلاص انت حره، بس اذا قيدتك بدك تلتزمي. احيانا بنقيد واحيانا لا، انت وبختك عاد. طيب نيجي للمثال اللي بعده. يبقى هذا اول مثال اللي هو سؤال 6 من الكتاب. المثال الثاني هو سؤال 10 من الكتاب. يبقى example 2 هذا سؤال 10 من الكتاب.
بيقول لي solve the differential equation x تربيع y double prime ناقص 5xy برايم زائد 13 y بده يساوي 0. وهذه اللي هي بدي اسميها مين؟ اللي بدي اسميها الستار. طيب يبقى بدي ابدا سوليوشن. اظن الان فيش داعي للطريقتين، بكفيني واحده. لكن التنتين تعلمناهم، تاني اسهل لي خلاص بالتاني. يبقى باجي بقول له افترض انه الواي يساوي اكس اس ار بي سوليوشن اوف اكويشن ستار وذ اكس جريتر ذان زيرو. يبقى ذن الواي برايم بده يساوي ار اكس اس ار ماينس ال1 عند الواي دبل برايم ار في ار ماينس ال1 في الاكس اس ار ماينس ال2. الان باجي بقول له سبستيتيوت ان اكويشن ستار وي جيت، نحصل على ماتي هاي الاكس تربيع برا وهي هذه ار دبل برايم ار في ار ماينس ال1 في اكس اس ار ماينس ال2 اللي بعديها ناقص 5 اكس في الواي برايم ار اكس اس ار ماينس ال1 اللي بعدها زائد 13 اكس اس ار كله بده يساوي 0. هذه لو فكيتها ار في ار ماينس ال1 في اكس اس ار ناقص 5 ار اكس اس ار زائد 13 اكس اس ار بده يساوي 0. اظن لو قسمنا على الاكس اس ار بنحصل على الكاركترستيك ايكويشن على الصيغه التاليه ناقص 5 ار زائد 13 يساوي 0، او بمعنى اخر ار تربيع ناقص ار ناقص 5 ار زائد 13 يساوي 0، او ار تربيع ناقص 6 ار زائد 13 بده يساوي 0. وهذه اللي هي بنسميها الكاركترستيك ايكويشن اوف ايكويشن ستار اللي عندنا. بعد صار الشغل الروتيني بدي احل المعادله هذه. هل يمكن تحليل هذه المعادلة؟ في إمكانية، لكن كونها من الدرجة الثانية مش قادر أحللها، بروح بحل بالقانون ولعل الله سبحانه وتعالى يفرجها. تمام. يبقى باجي بقول هذا R وأنا متأكد أنه سيفرجها، إذا الله ما فرجهاش مين بده يفرجها؟ يبقى هاي ناقص ما بصير 6 زايدة أو ناقص الجذر التربيع 6 في 6 ستة وتلاتين ناقص أربعة ألف اللي هو بواحد جيم اللي هو بثلاثة عشر كله على اثنين ألف ويساوي ستة زائد أو ناقص الجذر التربيعي أربعة في ثلاثة عشر باثنين وخمسين. اثنين وخمسين بدي أشيل منهم ستة وتلاتين بضل قديش؟ سالب 16 على 2 يعني 6 زائد أو ناقص اللي هو 4i كله مقسوما على قديش 2 يبقى بده يساوي 3 زائد أو ناقص 2i. يبقى عندنا الـ A هنا بقديش يا بنات؟ 3. والB تساوي قديش؟ إذا بقدر أجيب الجنرال سوليوشن. يبقى بروح بقول له ذا جنرال سوليوشن اوف ذا ديفرنشال ايكويشن ستار از واي تساوي اكس اس ار. يبقى اكس اس قديش؟ اس 3 اكس اس اي في عندنا جذرين
اثنين ار كونجوجيت وما فيش غيرهم. يبقى ايش باجي بقول؟ سي واحد كوساين قديش يا بنات؟ اثنين. ايوه بيب قديش؟ باثنين لن الاكس. زائد سي اثنين ساين اثنين لن الاكس. كفى الله المؤمنين القتال. هذا كان المثال رقم اثنين. بدنا نروح للمثال رقم ثلاثة. مثال رقم ثلاثة بيقول ما يأتي solve the differential equation، حل المعادلة التفاضلية x تكعيب y تريبل برايم ناقص x تربيع y دبل برايم زائد x في y برايم بده يساوي قديش؟ بده يساوي زيرو. وهذه هي المعادلة رقم ستار. خلينا نسأل السؤال التالي، هل هذه كوشي أويلر إيكويشن؟ هذه كوشي أويلر إيكويشن ولا لا؟ أيوة اللي قدامك مش أنت. طب إيش يعرفك؟ طب فيها تيرم غايب اللي جنبها، هذه كوشي أويلر إيكويشن. ايه كنت شايفه مكتوب على اللاب بس هيو مكتوب هيو فوق قدامك. انا بسال في هذا، هذه كوشي أويلر إيكويشن. طلع في الاس تبع الاكس وطلع في المشتقه زي بعض ولا بيختلفوا؟ كلهم زي بعض. حتى وان غاب تيرم، حتى وان غاب تو تيرمز، يعني احنا لو شلنا كمان هذا بتضل كوشي أويلر إيكويشن، حتى لو شلنا اثنين هذول بتضل كوشي أويلر إيكويشن. بهمني الأس تبع الإكس يكون قد المشتقة بالضبط، تكعيب يبقى المشتقة الثالثة، تربيع يبقى المشتقة الثانية، يبقى صح صوتنتين. خليكم معي كويس، ها ديروا بالكم. يبقى بدنا نيجي لمين؟ لا الحل. يبقى بدي أفترض بنفس الطريقة التكتيك اللي اتبعته هنا. بدي اجي اقول له افترض انه الواي تساوي اكس اس ار بي اي سوليوشن اوف ايكويشن ستار ويز اللي هو الاكس جريتر ذان زيرو. يبقى بدنا اكتب الكاركترستيك ايكويشن دور يا بنات، والله ايش رايكم؟ يبقى ذي كاركترستيك equation is. طب يلا مدام دغري نقلوني قديش الكاركترستيك equation اللي هذه R في قديش؟ في R ناقص واحد، في R ناقص اثنين، مظبوط؟ وهنا ناقص، ها هذه قديش؟ R في R ناقص واحد، وهذه زائد R كله بده يساوي قديش؟ زيرو. يعني كأنه عوض واشتقيت وقسمت على اكس اس ار وصل، زي ما كنا بنعمل في حالة الاكويشنز with constant coefficients بالضبط تماما. طيب ضايل افكك هالمعادلة هذه، اظن عندي هنا ار وعندي هنا ار وعندي هنا ار، بقدر اخذها برا عامل مشترك. اذا لو اخذت الار برا عامل مشترك قديش بضل عندي؟ حاصل ضرب الاثنين هذول اللي هو R تربيع ناقص 3R زائد 2، صح؟ وهنا هذه بدها تصير ناقص R زائد 1، وهذه بضل عندي قديش لما أخذت منها R؟ بضل 1، مظبوط هيك؟ ها صح؟ طيب نشوف، هذه R في R تربيع، عندك ناقص 3R وناقص R بناقص 4R، ضل عندك 2 و2 كمان قديش؟ 4، كله بده يساوي 0. إذن شكل الكاركترستيك إيكويشن صارت R في R ناقص 2 الكل تربيع يساوي 0. يبقى روتس ريال وديفرنت، واحد منهم مكرر مرتين، ممتاز جدا. يبقى هنا هذا بده يعطينا انه R تساوي 0، هذه different ما لهاش دعوة،
وهنا الار تساوي 2 of multiplicity 2 يعني مكررة مرتين. بناء عليه صار the solution is y تساوي c واحد في x أس 0. x 0 بقداش؟ يبقى فيش غيرها. زائد بدي اجي لهذه مكررة مرتين، يبقى ايش بدي اجي اقول؟ c 2 زائد c 3 لان الx في x أس قداش؟ أس 2. يبقى هذا الشكل الجنرال سوليوشن اللي عندي. حدا فيكم اي استفسار قبل ان اذهب الى المثال الذي يليه؟ في اي تساؤل؟ طيب نروح الان للمثال اللي بعده. يبقى بدي اجي لاكزامبل 4. Solve the equation. Solve the equation. المعادلة x ناقص 3 الكل تربيع في ال y دبل برايم زائد 3 في x ناقص 3 في ال y برايم زائد y بده يساوي 0 والاكس جريتر ذان 3. هذا السؤال الذي سألناه قبل قليل قائما ولكما. Is it a Cauchy Euler equation؟ بس بدل الفاريبل x صار مين؟ x ناقص 3، ومضمون انه x اكبر من 3 لانه x اكبر من اللي بين قوسين اكبر من 0 لانه قال لي الاكس اكبر من مين؟ من 3، وهذا x ناقص 3. اذا 100% هذه المعاملات دائما وابدا موجبة لعند لانه x اكبر من 3. طيب بدي افترض الحل على شكل ايش؟ y تساوي ايه؟ x ناقص 3 اس r. x ناقص 3 اس r هذا شكل يعني كانه x اجى بس بدلها x ناقص 3. تمام؟ يبقى بدي افترض الحل على الشكل. طبعا اطلعي الأس اللي هنا هو نفس المشتقة، الأس اللي هنا هو نفس المشتقة وهكذا. تمام؟ إذا هذه كوشي أويلر إيكويشن. يبقى بدي أقول له ليتل واي تساوي إكس ناقص 3 أس آر بي إي سوليوشن أوف ذا أباف ديفرنشال إيكويشن. تمام؟ طب لو جيت بدي اجيب الواي برايم يبقى ار في الاكس ناقص 3 اس ار ناقص 1 في مشتقة مداخل القوس 1. خلص الان بدي الواي دبل برايم يبقى ار في ار ماينس 1 في اكس ناقص 3 اس ار ماينس 2 في مشتقة مداخل القوس اللي هو قديش؟ 1. بدي اعوض في المعادلة اللي فوق. لو جيت عوضت في المعادلة اللي فوق بصير x ناقص 3 الكل تربيع في ال y دبل برايم اللي هو r في r ماينس ال 1 في x ناقص 3 to the power r ماينس 2 زائد 3 x ناقص 3 في ال y برايم اللي هي r x ناقص 3 to the power r ماينس ال 1 زائد y اللي هي x ناقص 3 to the power r كله بده يساوي 0.
بدي اعيد كتابتها يبقى ار في ار ناقص واحد في اكس ناقص ثلاثة اس ار زائد ثلاثة ار زائد ثلاثة ار في مين؟ في الاكس ناقص ثلاثة اس ار زائد اكس ناقص ثلاثة اس ار كله بده يساوي زيرو. الاكس ناقص ثلاثة هذا مقدار اكبر من الزيرو، اذا موجب بقدر اقسم عليه بدون مشاكل. يبقى لو قسمت كله على اكس ناقص ثلاثة اس ار بحصل على الكاركترستيك اكويشن في الشكل التالي اللي هو هذه مين؟ ار في ار ماينس ال1 زائد 3 ار زائد 1 بده يساوي 0، او ان شئتم فقولوا ار تربيع وعندك ناقص ار زائد 3 ار بضل زائد 2 ار زائد 1 يساوي 0. يبقى هذه ار زائد 1 الكل تربيع يساوي 0. يبقى الار تساوي سالب 1 اوف مالتي ابليسيتي قداش؟ 2 مكررة مرتين، يبقى أصبح ذا جنرال سوليوشن اوف ذا ايكويشن از واي تساوي اكس اس ايه يا بنات هنا؟ والله ايش بنكتب؟ كرر مرتين، يبقى ايش بدي اقول له؟ سي واحد زائد سي اثنين لين قديش؟ اكس ناقص ثلاثة. يبقى اكس ناقص ثلاثة في مين؟ في الاكس ناقص ثلاثة اس اللي هو قديش؟ اثنين. هيك بصير الحل صحيح 100%. الاكس اس مش اثنين، سالب واحد احنا طلعناها، الار اس سالب واحد. لحد هنا ستوب انتهى السكشن وليكن ارقام المسائل. يبقى ارقام المسائل اكسرسايزز خمسة خمسة، بدنا المسائل من واحد الى 15 وكذلك سؤال 21. في كلمتين حابين نقولهم في السكشن اللي بعده بدون ما نعطي ولا مثال ولا نطلب منكم تحلوا مسائلنا مقدمة. إشي احنا بقينا بنشتغل يا بنات على الهوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن، بدنا نبدا الان شغل على الهوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. فاكتب لي سكشن 5 6 5 6 اللي هي النون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشنز. ديفينيشن ذي نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن is an equation in the form. طبعا كل شغلنا على non homogeneous linear differential equation على الشكل التالي: a not y to the derivative n y1 a1 y to the derivative n minus l1 زائد a n minus l1 في y to the derivative prime زائد a n y قد يساوي capital F of x، وسمي لي هذه المعادلة star where حيث capital F of x لا يمكن أن تساوي زيرو، and ال a not وال a1 ولغاية ال an may or may not
ثابت، يعني ممكن يكونوا ثوابت وممكن يكونوش ثوابت. يبقى باجي بقول له اف واي سي بتساوي واحد، واي واحد سي اثنين، واي اثنين سي ان، واي ان از ذا كومبليمنتري، كومبليمنتري سوليوشن، solution of the differential of the homogeneous differential equation اللي a not y to the derivative n زائد a1 y to the derivative n minus الون زائد زائد a n minus الون y prime زائد a n y بده يساوي zero. and if y p is a particle is a particular solution particular solution for the differential equation A star, then the general solution of the differential equation A star is y يساوي y c زائد y p، واللي هو بده يساوي c واحد y واحد c اثنين y اثنين زائد c n y n زائد y p. ضايل سطرين يعني. ثيرم اف يو بي اف يو بي از اي بارتيكل is a particular solution of the differential equation L of y بده يساوي f of x and if ال VP is a particular solution of the differential equation L of Y يساوي G of X then the function yp ساوي up زائد vp is a particular solution of the differential equation L of y بده يساوي ال f of x زائد ال g of x. في حدا هنا ما كتبتش اسمها بالاعداد؟ خلاص؟
طيب يعطيكم العافية. لحد هنا انتهى هذا السكشن. المرة القادمة إن شاء الله اللي هو بعد العيد بعد الإجازة يعني أسبوع لأن بقينا طيبين بناخذ مين؟ بناخذ التو سكشنز اللي ضيلات في هذا الشابتر ومحل لنن هوموجينيوس ديفرنشال إيكويشن بإحدى الطريقتين، الأولى الأنديتيرمين كوفيشنز والطريقة الثانية الفاريشن أوف باراميترز إن شاء الله.